مرحبا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص على شاشه سكاي نيوز عربيه ونستضيف فيه كبير مستشاري الرئيس الامريكي جاريد كوشنر. مرحبا بك معنا وشكرا على تخصيصك لوقتك لهذه المقابله وابدا معك من الزياره الى الامارات العربيه المتحده، ما الغرض منها وما النتائج التي حققتموها الى غايه الان؟ Thank you. Well we're just starting the visit. We got in last night here at Abu Dhabi and we'll be going to شكرا بدانا زيارتنا للتو فقد وصلنا الى ابوظبي يوم امس وسنزور ست دول خلال هذه الجوله ويسرني للغايه ان اكون موجودا هنا اليوم فيما يتعلق باهداف هذه الزياره نعمل على مبادره السلام منذ عامين ونستعد لتقديم هذه الخطه وخلال عملنا في العامين المنصرمين امضينا وقتا طويلا في استشاره الجهات المعنيه في المنطقه وحصلنا على الكثير من النصائح الجيده واستمعنا الى وجهات نظر مختلف الدول وفيما نواصل جهودنا نود الاستماع الى نصائح بشان افضل طريقه للمضي قدما كما نود مشاركتهم بعض التفاصيل بشان ما نتطلع لتحقيقه لا سيما فيما يتعلق بالرؤيه الاقتصاديه والفرص التي ستتوفر عندما يحل السلام فكل النزاعات تحرم الناس من فرص ممارسه التجاره وتحسين حياتهم طيب هذه الخطه خطه السلام ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين يعني يكثر الحديث بشانها وتثير الكثير من الاهتمام في وسائل الاعلام لا سيما هنا في الشرق الاوسط لكن ماذا عن التفاصيل ما هي تفاصيل هذه الخطه التي يتحدث عنها الجميع تمكنا من الحفاظ على سريه الكثير من تفاصيل هذه الخطه وبرايي هذا امر بناء جدا في المفاوضات السابقه التي قمنا بدراستها وجدنا ان التفاصيل كانت تخرج قبل نضوجها مما يدفع السياسيين الى الهروب من الخطه الوضع الذي يتم التفاوض بشانه لم يتغير كثيرا خلال السنوات الخمس والعشرين الاخيره وما حاولنا فعله هو صياغه حلول تكون واقعيه وعادله لهذه القضايا في عام 2019 من شأنها أن تسمح للناس بعيش حياة أفضل. وكان تركيزنا علي أربعة مبادئ في الخطة. المبدأ الأول هو الحرية. نريد أن ينعم الناس بالحرية حريه الفرص والدين والعباده بغض النظر عن معتقداتهم بالاضافه الى الاحترام نريد ان تكون كرامه الناس مصانه وان يحترموا بعضهم البعض ويستفيدوا من الفرص المتاحه لتحسين حياتهم من دون السماح لنزاعات الاجداد باختطاف مستقبل اطفالهم واخيرا الامن فنحن هنا في أبو ظبي حيث هناك نمو كبير ومبان شاهقة كثيرة والتجارة مزدهرة لكن من دون أمن ما كان الناس ليستثمروا هنا ويعيشوا هنا ويتمتعوا بهذا التطور والفرص المتاحة لهم طيب ولكن إذا كانت ربما بعض الأمور لم تتغير ربما من 22 سنة كما أشرت أنت و على الاقل يعني ما هي المعايير والاسس التي تقوم عليها هذه الخطه يعني اذا اخذنا بعين الاعتبار على سبيل المثال اوسلو او مبادره السلام العربيه او تفاهمات طابا اين تتقاطع معها واين تختلف نظرنا في مختلف المبادرات التي تم اطلاقها خلال السنوات الماضيه وكانت هناك الكثير من المحاولات الجيده في هذا الصدد لكن للاسف تعذر حل هذه القضيه ولم نتمكن من اقناع الشعبين بتقديم تنازلات لذلك لم نركز كثيرا على القضايا رغم تعمقنا فيها بل على ما يمنع الشعب الفلسطيني من الاستفاده من قدراته الكامله وما يمنع الشعب الاسرائيلي من الاندماج بشكل ملائم في المنطقه باكملها واذا نظرنا الى المنطقة برمتها اليوم نرى ان هناك الكثير من الفرص والتهديدات الكبيرة في المقابل ومن خلال جمع مختلف الاطراف نامل في التوصل الى مقاربة جديدة. تطرقت الى اوسلو وبعض الجهود السابقة ونحن حاولنا قدر الامكان البناء عليها ودرسنا مسارات التفاوض والقضايا المختلفة وما نسعى اليه هو التوصل الى خطة تكون مفصلة ومعمقة جدا وتعرض على الناس ما نعتقد انه افضل نتيجة في هذا العصر وتمكنهم من وضع الخلافات السابقه جانبا والمضي قدما والتطلع الى مستقبل مزدهر ومشرق. طيب ولكن ما يطرح العديد من المتابعين لا هنا في المنطقه هو كيف تتعاطون مع قضايا الحل النهائي في هذه المقترحات؟ كل ذلك سيتضح عندما تخرج التفاصيل للعلن واعتذر عن عدم الافصاح عن تفاصيل اضافيه اليوم لكنها معمقه وقضايا الوضع النهائي مهمه للغايه لكن لم يتم التوصل الى حل لها لفتره طويله اذ هناك الموقف الاسرائيلي من جهه والموقف الفلسطيني من جهه اخرى وعلى الحال ان يكون وسطا بينهما وما نقترحه يمنح الطرفين اكثر بكثير مما يقدمانه وعلى الطرفين تقديم تنازلات لكن العائد اكثر بكثير من هذه التنازلات وخطتنا ستعالج قضايا الوضع النهائي يعني كل التقارير عن زيارتكم وجولتكم هذه تتحدث ربما أنكم ستركزون هذه المرة على الجانب أو الشق الاقتصادي كيف ستكون الآثار الاقتصادية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لهذه الخطة لا أعتقد أن الأثر الاقتصادي للخطة سيقتصر على الإسرائيليين والفلسطينيين فقط بل سيشمل المنطقة برمتها بما في ذلك الاردن ومصر ولبنان الخطه السياسيه مفصله جدا وتركز على ترسيم الحدود وحل قضايا الوضع النهائي لكن الهدف من حل قضيه الحدود هو القضاء على هذه الحدود واذا ما تمكنا من ازاله الحدود واحلال السلام بعيدا عن الترهيب يمكن ان يضمن ذلك التدفق الحر للناس والسلع ويؤدي ذلك إلى إيجاد فرص جديدة. فقد قمنا بدراسة الكثير من الاقتصادات التي حققت نمواً كبيراً خلال القرن الماضي مثل سنغافورة واليابان وبولندا، وكلها بلدان استفادت من الفرص من خلال وضع قواعد جديدة لاقتصاداتهم، مما سمح بنشوء أسواق جديدة من خلال استثمارات مركزية في مجالات مختلفة. وسيكمن الهدف في التركيز على تطوير البنية التحتية والقوانين وتوفير التدريب من أجل خلق فرص جديدة وضمان الازدهار في المنطقة إذا سنركز خلال هذه الجولة على الاستماع إلى وجهات النظر بشأن ذلك لأنه لا يمكن حل قضية يتنازع فيها شعبان منذ سبعين عاما أو أكثر ونتوقع أن يصبح أصدقاء بين ليلة وضحاها عندما يتم حل قضايا الوضع النهائي نأمل أن تعطي هذه الخطة الاقتصادية للناس ما يتطلعون إليه كي تتبلور أمامنا الصفحة الجديدة طيب هذه الجوانب الاقتصادية الى اي مدى هي مرتبطه بمدى التقدم في الجانب او الشق السياسي؟ اعتقد ان المسارين الاقتصادي والسياسي مرتبطان ارتباطا وثيقا، راينا خلال السنوات الماضيه الكثير من الجهود الراميه الى تحفيز الاقتصاد الفلسطيني فيما كان الاقتصاد الاسرائيلي مزدهرا، لكن الاقتصاد الفلسطيني كان مقيدا في ظل غياب السلام، وفي كل مره كان يقع فيها هجوم ارهابي في الضفه الغربيه، اكبر المتضررين كان ال وستين الف عامل الذين يجتازون الحدود كل يوم للعمل في اسرائيل ولا يريدون ان تتاثر حركتهم، كما منعت الهجمات الارهابيه المنطلقه من غزه دخول العديد من العمال من غزه الى اسرائيل حيث يعملون ويندمجون ويكسبون عيشهم وتاتي الهجمات الارهابيه لتعرقل كل ذلك اعتقد ان الناس يرغبون برؤيه هذه المشاكل تحل فمن شان ذلك ان يسمح بتحقيق نمو كبير في الضفه الغربيه وغزه لقد قمنا بدراسه الاقتصاد الفلسطيني ونرى ان هناك قدرات كبيره لكن من اجل تحقيق ذلك لا بد من الحد من التوتر الموجود وتحديد الاستثمارات المناسبه وما لمسناه هو ان القاده في المنطقه والعالم مهتمون كثيرا بالشعب الفلسطينية ويودون إيجاد سبل تسمح لهم بتحقيق ما كان بعيد المنال بالنسبة إليهم لوقت طويل وبما أنك شرط ربما للضفة والقطاع غزة هناك سؤال ملح أيضا في هذا السياق يتعلق ب كيف تتعاطون مع الأراضي الفلسطينية هنا يعني هي هي كوحدة كاملة موحدة أم كجانب منفصل ضفة وقطاع غزة؟ Well, there is physical separation, but what we'd like to see is them unified under يوجد فصل جغرافي بين الضفه الغربيه وقطاع غزه، لكن اود ان نراهما موحدين تحت قياده واحده، وقد كان هناك الكثير من المناقشات بين حماس وفتح، لكن اعتقد ان الشعب يريد حكومه غير فاسده ويريد حكومه تدافع عن مصالحهم وتوفر لهم الفرص، نامل انه ان تم التوصل الى صفقه سيتم جمعهما ضمن بنيه حكوميه واحده تسمح للشعب الفلسطيني في ان يعيش الحياه التي يصبو اليها. لكن دعونا ننظر الى الوضع الحالي في قطاع غزه انه سيء للغايه فالحكومه ارهابيه وتضع عدائيتها ورغبتها في الدمار قبل رفاه الناس وقد اصبح الشعب رهينه لحكومته نامل ان تقرر الحكومه الاهتمام بشعبها او ان يتم تغيير هذه الحكومه من خلال المفاوضات مع فتح هناك ربط بشكل او باخر ما بين خطه السلام المقترحه من جانب الامريكي وما بين مواجهه ايران في المنطقه بشكل عام وايضا التطرف المتنامي والارهاب هناك ربط يعني كيف ستدعم هذه الخطه في مواجهه التطرف بجميع اشكاله well, I think that this is a conflict that has been used for many years to أعتقد أنه تم استغلال هذا النزاع لسنوات طويلة للتحريض على التطرف، فخلال السنوات السبعين المنصرمة كان الموقف المناهض لإسرائيل العنصر الموحد للمنطقة، لكن ما نلاحظه الآن هو أن من بين الأمور التي توحد الشعوب هي حب القادة لشعبهم ورغبتهم في أن يكون شعبهم قادراً على عيش حياة أفضل. إذا نظرنا حالياً إلى التهديدات الكبيرة في المنطقة، نرى في الولايات المتحدة أن إيران تشكل أكبر تهديد في المنطقة، فحيثما نظر رأينا انعدام استقرار وإرهابا وصواريخ، وكلها تأتي من إيران، فهي تعمل من خلال وكلائها وتمول الكثير من الميليشيات والإرهاب، ويخلق ذلك انعدام استقرار في المنطقة، مما يؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين، ويحد من الفرص الاقتصادية، وهذا مضر بالمنطقة طيب السؤال الاخير فيما يتعلق بخطه السلام متى نتوقع الاعلان عنها هل ستكون ربما محتوياتها مكوناتها الزاميه ام هي خطوه اولى للبدء بها وهل ستكون الولايات المتحده الراعي الوحيد فيها سننتظر حتى انتهاء الانتخابات الاسرائيليه المقرره في التاسع من ابريل المقبل عقدنا الكثير من المشاورات مع الاسرائيليين والفلسطينيين والعديد من القاده العرب والجهات التي كانت معنيه بهذه القضيه في الماضي ونحن متحمسون لطرح افكارنا لنرى اذا ما كان باستطاعه الاطراف النظر الى هذا النزاع من منظور مختلف بعض الشيء للمضي قدما بالتالي، سننتظر حتى ما بعد الانتخابات. وعندما ننظر إلى المقاربات السابقة، مثل مبادرة السلام العربية وغيرها، نرى أنها موجودة منذ زمن طويل. لكنها لم تنجح في إحلال السلام ونأمل أنه عندما تخرج هذه الخطة للعلن سينظر إليها الناس من منظور جديد ويفكر في عام 2019 إن كانت حزمة التنازلات مناسبة للطرفين لترك الماضي وراءهما ومحاولة فتح صفحة جديدة تنعم فيها المنطقة بالأمل والفرص الهائلة شكرا جزيلا لك كبير مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر شكرا جزيلا وشكرا أيضا مشاهدينا على المتابعة